قود مقطع يا حبايب، سر نزلت مقطع على قناتي، اتمنى الكل يا حبايب يخاف هذا المقطع ويفجر مقطع باللايكات وشوف المقطع بس يوصل 5000 مشاهده باكر راح ينزل لكم مقطع على قناتي الثانيه وياها. الخبر الاول يعدنا عن يارا مار والفولو اللي سويته لمحمد جواني، وبعد محمد جواني يا حبايب رد لها هذا الفولو على حسابها بالانستغرام، وبالاضافه رد على المتابعين مال يارا مار يقولوا له انت عندك مشكله ويا يارا، فنزل هذا الستوري كتب عليه يارا ما غلطت في حقها بشيء وشفتها من فتره إيه قدام الناس، اذا انا غلطت بحقها او حق اي حد كرمال هذا الانسان واللي هو النور مار انا بعتذر منها ومنكم اني وجعت راسكم بشيء اي لازم يصير بس ما بيطلع بايدي شيء. ان شاء الله الف مبروك على هذا الفولو يا حبايب، وهل تتوقعون يا حبايب انه حصلوا صوروني يا بعض مقاطع بس جواني طبعا يرجع تركيا لانه حاليا بلبنان. فكتبوا احبابي بالكومنتات شو رايكم بهذا الخبر، وروح على الالتقاء الصادم اللي صار بين نور مار وهتان اللي حسب ما الناس يتوقعون انه علاقه حب بيناتهم، فنزل شويه مقاطع بعد التقائهم راح اعطيكم اياها كامله شوفوها. بنفس الوقت طبعا هم ردوا على موضوع الخطوبه والزواج. نور نزلت هذا الستوري تقول بيه انه صورت فيديو ويا هتان، مقطع راح يكون كلش خرافي راح ينزل قريبا، ولكن للاسف تقريبا ما ظلوا غير يوم واحد نشرت هذا الستوري تقول هو راح يسافر راح اشتاق له، فاكيد منتظرين مقاطع خرافيه صوره ويا بعض، راح اعطيكم المقاطع مالتهم شوفوها. كونتاكت مي كلكم بتمشون على المقطع. نور ستارز راحت عليك، نور ستارز راحت عليك، ايش رايك؟ فعلا راحت عليك على فكره. ليش؟ اعتقد راحت عليك شكلها ما بترد عليك على بطلت ترد عليك. صح والله بطلت يا شهقهر. في الاخير قالت لي ميس يو اي دونت فيري ماتش. قهر 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 يو دونت ميس مي يس يو دونت ميس مي يو ميس مي ها yes. والله يو ميس مي اصلا انا كتكوته يعني كتكوته صح. ولا مش كتكوته؟ كتكوته مره كتكوته. اجاني عرض زواج، ايش رايك؟ الله يوفقكم. هذا الولد اللي انت سويت عليه فيديو كمان الاجنبي؟ ايه لا انا ما يعني افضل ان يكون عرب كلنا اسره. لازم عرب؟ عرب انت صحيح. تفضل عربي؟ إيه؟ عندك عريس؟ موجود. يا ولد ما ردك على متى الزواج واخيرا اجتمعوا. الف مبروك كمان. الف مبروك الحمد لله. متى انت تبين نتزوج؟ متى تطلع تشوفي الوقت المناسب؟ انا مش جاهزه للزواج صراحه. ولا انا ولا انا جاهزه. اشوفكم على خير. طمن والله باي باي. واحد يقول لي متى الخطبه ان شاء الله؟ ايش خطبه؟ هو قال متى خطبه؟ انت يعني شو؟ انا وانت يمكن انت خطبتني؟ لا لسه هنا ورود ورانا فين راحت. يا الله يا جماعه انا مصدق انا بعد استاذ. او ماي جاد لا تحسبي من جد. فلوج يوتيوب عم صور فلوج. ايش الفلوج حيكون اسمه؟ حيكون اسمه التقيت في لا تلتقي في حبيبك. فكتبوا احبابي بالكومنتات شاركوا بهذا الخبر. وننتقل حاليا لنارين بيوتي وكشفها حقيقة المفاجأة اللي مجهزتها اختها شيرين بيوتي اللي راح تنزل قريبا. فازت هذا الستوري كان كاتبه بيه انه شيرين بيوتي واحدة من المفاجآت اللي راح تسويها انه هي راح تنزل اغنية. فطبعا اكيد يا حبايب كلش متحمسين لهذا الخبر ومنصدمين من عنده. فكتبوا احبابي بالكومنتات ايش قيمة متحمسين لاغنية شيرين بيوتي الجديدة. وبالختام يا حبايب محمد جوان نزل مقطع رد بيه على نور مار، رد كامل الصراحة ويا الدلائل، رد كلش قوي يا حبايب. اللي ما شافه روح يشوفه، عم تعرفون كل شيء الرابط بالوصف. انصحكم يروح يشوف المقطع يا حبايب. بس والله حبايب نوصلت المقطع اللي تسوي المقطع سارهم بالوصف الكل يروح يشوفه. وبس كانكم في هذه المقاطع من مثل القصص، احبكم هوايه، مع السلامه.